مؤسسة الناشئة أو الذكاء في العمل من أجل رفع تحدي كل القطاعات وبالأخص قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية تمثل جوهرا من بين المحاور الأساسية التي سوف والتي تقوم برفع تحدي هذا القطاع نحو تحقيق الأهداف الآتية. الهدف الأساسي هو رفع القدرات الإنتاجية الوطنية من المنتجات الصيدية، هو بناء وتصنيع السفن وكذلك بلوغ الصيد في أعالي البحار. فبذكاء مشاريعكم نتمكن وسوف نتمكن من تحقيق هذه الأهداف التي أصبحت تظهر أفقها. كيف لا ونحن لدينا على مستوى هذا القطاع الآن 148 مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وست حاضنات من تعمل في لافوتك ومن تعمل في كل ما هو عنده علاقة بالاقتصاد الأزرق.